جعانه قوي. الله ده ليه عيش. استني يا بنتي انت بتعملي ايه؟ النبي سيبالي يا عم، انا جعانه قوي، سيبالي والنبي. يا حبيبتي لا حول ولا قوه الا بالله. يا حبيبتي ده ما مش الاكل، ده بناكله لحاجات تانيه. جعانه يا عم سيبالي، انا ما اكلتش من امبارح والنبي. يا حبيبتي الحاجات دي باخدها باكلها لحاجات تانيه. جعانه يا حبيبتي. انت مال، فين اهلك؟ فين بابا؟ فين ماما؟ ماليش اهل، انا عايشه في الشارع. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني مفيش اي حاجه تانيه خالص؟ ولا حد بيسال عليكي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك عامل ايه؟ ازيك يا استاذ؟ الحمد لله. خدامك عماد. ماشي يا عمده. بص بقى يا عمده، عايزك تركز معايا بقى في الكلمتين اللي انا جاي لك عشانهم دول، عشان جاي لك بمصلحه حلوه ليك. مصلحه ليا انا؟ ايوه ده بس واسمعني. امورني يا استاذ. شغال هنا في المنطقه على طول؟ ايوه يا باشا، انا ماسك المربع ده كله. طب حلو قوي. انت طبعا بيبقى حواليك اطفال كتير في الشارع، صح؟ ايوه. طيب ايه رايك بقى اديك عنوان او رقم تليفون، تعرف تجيب لنا منهم حد وتجي لي على العنوان اللي هديه لك؟ حد؟ آه. يا استاذ ده اهاليهم ده كانوا بص يعملوا معانا كتير. اهدى بس واسمعني يا عم، انا بقول لك العيال بتاع الشوارع، العيال اللي مالهاش اهل. فهمتك يا استاذ فهمتك. هتبقى مصلحه حلوه ليك، انت هتجيب لي العيل هتاخد مصلحتك احسن من الشغلانه اللي انت فيها دي. يعني في مرزقه حلوه يا استاذ. ده انت هتشوف العز والهنا كله. خدامك يا استاذ. ايوه كده تعجبني، بس اهم حاجه تشغل دماغك وتاخد بالك. لا ما تقلقش. ماشي؟ ما تقلقش، ده في منهم هنا كتير قوي اصلا. طب تمام قوي، اكتب بقى رقم عندك. لا لا ده كده حاجه حلوه قوي، انت جيت لي من السما. طب بقول لك يا حبيبتي تعالي معايا. رايحين فين؟ اجيبك حاجه حلوه تاكليها. لا شكرا. تعالي يا حبيبتي. تعالي يا حبيبتي. استني يا حبيبتي. استني لحظه. يا عم انت رايح فين؟ استني بس يا حبيبتي هجيب لك حاجه. اديني بقى اللقمه دي والنبي. لا يا حبيبتي ما تاكليش ده، انا بقول لك هجيب لك حاجه حلوه، بس لحظه بس. ايوه يا دكتور، المصلحه موجوده زي ما انت عايز بالظبط. طب ماشي حضرتك، اديني العنوان انا هاجي لك على طول. ماشي ابعته لي على الواتساب. سلام. يلا يا حبيبتي. يلا يلا نمشي عشان اجيب الحاجة. لا سيبك بقى من الحاجات دي، بقيت مش محتاج لها خلاص. تعالي. صباح الخير يا عماد. صباح الخير يا استاذ. ماله عماد كده؟ ماله؟ مش عماد ده ولا رد، ومتبرجل ليه كده؟ هو في ايه ومين دي؟ ده ما معهوش عيال. لا لا ده في كده حاجه ما تطمنش. انا لازم اشوف في ايه. مين البنت اللي معاه دي ورايح بيها فين؟ وما وقفش صبع عليا ليه؟ حتى اجيب لك حاجات حلوه وبسكوت. انت وشي ساعة انت داخل بيها المستشفى؟ ظلمتك يا عماد، اكيد في حاجه، اكيد البنت دي تعبانه حب يساعد. لا لا انا لازم اخش اساعد بقى طالما عمل انساني. ادخل. ادخل يا دكتور. ايه يا عمد عامل ايه؟ ايه رايك يا دكتور؟ معلش هي دي جعانه وغلبانه وملهاش اي اهل خالص. متأكد؟ خالص، اسألها مسكينة. طب حلوة أوي، تعالي يا حبيبتي. تعالي. إيه تعالي إيه يا دكتور؟ فين؟ فين اتفقنا عليه؟ ماشي يا عماد حاضر. امسك، مش هزعلك. يلا روح أنت. دول بس ولا إيه يا دكتور؟ إيه يا عماد أنت هتبص من أولها ولا إيه؟ المصلحة تقضي وتتم وهتاخد الباقي. يا أمو أنا جعانة مش عيانة. ما الدكتور هيجيب لك الأكل اللي أنت عايزاه يا حبيبتي. ما تقلقش يا حبيبتي، هجيب لك كل اللي نفسك فيه. وأنت إيه؟ انت الناس انت شغاله وكنت بتعمل ملالين. ايه الفلوس دي كلها والبنت بتقول انا جعانه مش عيانه؟ هم هيعملوا في البنت ايه؟ عايزك بقى عمال تنجز كده وتخلي الدنيا تتم وتمشي عشان الموضوع ينجع بسرعه. ماشي يا دكتور، خليك هنا يا حبيبتي. ها هو الدكتور هيجيب لك كل حاجه انت عايزاها. ايوه كده، ايوه كده انا فهمت، هو ده اللي انتوا. ايوه كده صح، انا كده فهمت انتوا هتعملوا ايه. فهمت. خلاص بقى يا حبيبتي انا رايح الشغل، خليكي مع الدكتور. تعالي يا حبيبتي تعالي. انت مين يا ست انت؟ وايه اللي دخلك هنا؟ دي بنتي. بنتي بنتك؟ اه بنتي. مش امي. معلش يا حبيبتي اهدي بس لما نمشي. يا استاذه ريهام في ايه؟ لسه في تاني يا استاذه ريهام، انا فهمت كل حاجه وعرفت كل حاجه، انا واخده البنت. نهار اسود،
تعال هنا، انت جاي تسلمني، هات الفلوس دي. يا دكتور امشي يا عمال حل مشاكلك بعيد عني، غور بعيد عن هنا، تعمل لي مشاكل. يا دكتور دي مش بنتها. انا مالي، انا مالي، انت جايب لي واحده امها جايه وراها. بقول لك دي مش بنتها، حتى البنت قالت ان ما يبصنيش يابا. يلا انت هتعمل لي مشاكل وتوديني في داهيه، الله يخرب بيتك. تعالي تعالي يا حبيبتي تعالي. اتأخرت ليه كده؟ ده انا كنت لسه هرن عليك. اسكت اسكت اقعدي يا حبيبتي. ايه في ايه؟ ومين دي؟ البنت دي حكايتها حكايه، انا ده انا انقذتها من مصيبه، من مصيبه لا حول الله يا ربي. مالها يعني؟ في الشارع وملهاش حد. مرميه في الشارع وملهاش حد؟ وانت اي واحده مرميه في الشارع وملهاش حد؟ لا يا بابا هتجيبيها هنا ولا ايه؟ لا لا انا قصدي حاجه تاني، ان البنت دي نكسب فيها ثواب ونعيشها معانا، مسكينه ملهاش حد، سبحان من زرع في قلوبنا الرحمه. انا يعني بصراحه يعني حبيتها. انا بقى بصراحه يعني عايز اعرف، انت اي حد في الشارع هتجيبيه يعيش معانا؟ لا طبعا ما اقصدش كده، بس دي امشي يا حبيبتي يلا. لا البنت مش هتمشي على فكره، انا بتكلم في حاجه انسانيه، وانسانيه ان انا الاقي بنت في الشارع معرضه للخطر واقول لك انا هربيها واكسب فيها ثواب، يمكن بسببها ندخل الجنه. لا بقول لك يا حبيبتي طلعيها بره يلا. طب اسمع مني اخر كلام، يا انا والبنت في البيت يا انا والبنت مش في البيت، والقرار ليك. انت بتقرري ما بين انا خدت القرار خلاص. انا هاخد وكمان خدت القرار. اه طب اختاري بره بره، انت والبنت براحتك، انت اللي اخترتي. انا اخترت الجنه، اخترت الصح، اخترت الانسانيه. بره يلا. تمام شكرا كتر خيرك، تعالي يا بنت. جايه واحده معاها من الشارع وكمان بتخيرني ما بين وبينها.